هو يبعدها فاول لصالح فريق القادسيه. اذا كره خاطئه كانت ما بين ايضا سعود وخالد محمد ابراهيم، كان ممكن يكون كره خطره على القادسيه كانت، وهذه كره ملعوبه لسعود. صالح الشيخ طالت ايضا من لاعب القادسيه اللي هو طبعا سلطان سليم. خالد محمد الى سليم داريو حمد امان، ملعوبه الى داريو حمد امان. حمد يمتاز بمهارات، وهذه كره ونقلتين مع حمد العنزي. حمد العنزي بجنة هناك، توصل مره ثانيه الى عامر معتوق الى حمد العنزي. حاول القادسيه يخطف الان، وباين ان القادسيه هو اللي راح سيهاجم، راح يهاجم القادسيه. و اذا استمر بهذه الكرات اللي نقلت الان وطلعت صحيح برا، سيسجل القادسيه في الربع ساعه الاولى. واذا تراجع التضامن اكد هذا الكلام، انما اذا غير اكيد راح يشغل القادسيه في دفاعه. عامر المعتوق تطلع الى برا الملعب، بدر السماج، عامر المعتوق الى حمد امان. حمد امان بين لاعبين، عدي الثالث، كره ما فيها شيء، طبعا ما فيها شيء لانه مقطوعه الكره خلاص. اشتراك في لاعب طايح، سلامات لاعب نادي التضامن يوسف النصار، يتاكد من سلامه ايضا اللاعب ورايح له سلامات، و يطلب النقاله طبعا. هل هو بدر وارد؟ ممكن يكون بدر وارد. على كل حال محمد بنيان، عبد الله الحقان، محمد البناي مدير الفريق عضو الاداره. على كل حال مبروك لمجالس الادارات اللي نجحت واللي ما نجح، حظ اوفر في السنوات القادمه ان شاء الله، والروح الطيبه اللي اتسمت ايضا في الانتخابات بايضا كفاءه عاليه من ايضا الهيئه العامه للشباب والرياضه قادت، وايضا لجنه تشريعيه، وبالتالي الكل كانت روح عاليه. والتلفزيون الكويتي اول مره ينقل ايضا هذه الانتخابات اللي كانت بالفعل عرس ديمقراطي، ونتمنى ان شاء الله في المجلس ايضا الامه ان تكون نفس الاشياء تسود ايضا وترتقي الى الافضل. والحمد لله على كل، الحمد لله يعني نعيشها في هذا البلد، بلد الخير، بلد الديمقراطيه، بلد الحب، بلد الوفاء، بلد الكل، بلد الجميع، يعني الكل. يعني اذا كانوا اهل ليو الكويت بالسنوات الماضيه قالوا ما ننسى الكويت، فما بالك اهل الكويت. كبيرنا شيخنا العود الشيخ صباح طبعا ملك الدبلوماسيه واميرنا، ونفتخر فيك وسمو ولي عهدك الامين، وهذه هي بطولته، وكلكم ابطال اهل الكويت بتظافركم ووحدتكم الوطنية المشهودة فيكم إن شاء الله. إذا سلامات بهذا التوقف البسيط. تبون جول مبكر؟ والله عاد هذا بيد اللاعبين. هذه كرة ترجع من حمد أمان. إلى حارس المرمى طلال الفضلي. رايح لحمد العنزي، يعني هو بسيط على فترات، على فترات. يعني ايضا صالح الشيخ وصل، ترجع الى ملعوب السليم، السلطان السليم، ترجع داريو، هجمة
معتوق مرفوعة لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب. ماهر الشمري إذن حارس المرمى طلال الفضلي. حارس المرمى وكرة إلى أيضا يوسف بطيبان في اللقطة وصالح الشيخ ترجع من اللاعب أيضا اللي هو 14 محمد سالم. ها سلامات طبعا الظاهر عشوان يعني أيضا ماهر الشمري يعني ماهر الشمري طبعا موقوف لكن يعطي هذا هو ماهر. شكرا مخرجه شكرا بصورنا أيضا مشكور ما اعطينا اياه على طول على الطاير. هذا ماهر شوف يوصي هذه طبعا مو اسلاك شائكه انما اسلاك شائكه عشان ما حد ينط مو عشان ماهر. ماهر موقف سنه وغرامه 4000 مع سحب الاجازه قالوا يمكن سحب يقول باجي بس سحب الاجازه اجازه سياره يقول والله بس ما يسحبون اجازتي وهو قبل المباراه ملتيين هو طبعا الاجازه عند المرور مو عند الاتحاد اجازه تدريب طبعا باقيه لكن اجازه سياقه. اذا في لاعب طايح سلامات بدر وارد هو بدر وارد مصاب بدر سلامات بدر ايضا بدر وارد اذا سعد المطيري سيكون بديل سعد. طويله ترجع الى نواف الخالدي يعني توقف طبعا من خلال اصابه بدر وارد لحد الآن يمكن سعود ملعوبة توصل أمان إلى سلطان سليم صالح الشيخ إلى سلطان إلى صالح الشيخ سعود سلطان داريو بينية لصالح الشيخ لكن أفسايد في رفع الأفسايد رافع الراية أفسايد في تغيير الآن والله ما أدري يعني احتمال انه ما يكون فيها شيء لان اول ما لعبت ما كان في موقف تسلل انه ما حكم مباراة او مساعد هو اللي هذا سعد المطيري سلامات لبدر وارد مكانه سعد المطيري تغيير مبكر لاصابته طبعا سلطان سليم ترجع الى نواف خالدي خالد محمد إلى سعود صالح الشيخ سعود خالد محمد راشد داريو لنازل سلطان إلى خالد إلى صالح الشيخ صالح حاول ينقل إلى سعود مقطوعة من سعود صالح الشيخ داريو حمد أمان كرة خطرة للغاتسية كرة جول للغاتسية كرة من بدايتها خطرة والربع ساعة الأولى قلنا لك إنه يقول الربع ساعة الأولى الغاتسية بالفعل في الدقيقة عشرة من نزعة الغاتسية في البداية باين انه راح يجي جول من اول ربع ساعة والان 10 دقائق داريو يسجل هدف للقادسية كرة منقولة صح من حمد امان في الدقيقة 10 اذا يستطيع القادسية تسجيل هدف مبكر شوف حمد امان ما لعبها بمكان ما فيه لاعب لا شلون كسرها كسر شوف اول ما نقر شوف على طول في مكان وحطها ايضا في مكان يا سلام
جول. شوف حمد أمان كسر الكرة عدل بشكل ترجيعها بصحيحة. إذا العشر دقائق الأولى القادسية تقدم بهدف. داريو إذا 20 رقم 20 داريو أو داريو داريو طبعا طايح برا أرض الملعب بعد تسجيله للهدف. هذا داريو برا يعني إصابة لنادي التضامن وإصابة لنادي القادسية. تغييرين مبكرين للفريقين بس لكن لحد الآن داريو ما احنا متأكدين منه أنه راح يكمل ولا لا، إنما استطاع تسجيل هدف. واحد القادسية تقدم توصل وهجمة وما ننسى اليوم مباراة نادي الكويت. شباب حتى متابعتكم بالتلفزيون روحكم معهم، اللي ما راح في مع نادي الاتفاق السعودي بطولة. هذه كرة ملعوبة إن شاء الله يتوج فيها وينتقل إلى مباراة. طبعا إن شاء الله يصل إلى النهائي ويحصل ويحصل على البطولة. نادي الكويت قلوبنا معاه، يمثل الكرة الكويتية. اليوم لقاء طبعا الساعة يمكن 7 قبل النهائي 7:30 يعني، ممكن يكون الليلة تلفزيون الكويت ان شاء الله راح ينقل ايضا اللقاء، اكيد ما راح يترك احد انديتنا. هذه كرة اللي ملعوبة والقادسية اذا تقدمها واحد الان. صالح الشيخ لمويهبي، يمكن اللاعب التونسي ما سمعنا اللي هو يوسف، يمكن ما سمعنا اسمه إنما هو في الأمام يعني مع حمد دعنزي، محمد راشد، داريو. كرة وهجمة إلى طلعت محمد طلعت اللاعب المصري، وهذه كرة ملعوبة ونقلة لنادي التضامن. بدأ الآن التضامن، يعني إحنا نبي الفريقين طبعا يلعبون عشان الاستمتاع، استمتاع. توصل إلى نواف الخالدي، نواف الخالدي يلعب له كرة ناحية حمد العنزي لكن أقرب. سلام عليك، سلامة صح، سلامة صح. يوسف بطيبان موه تمويه وكمل، وهذه كمل الآن ولكن راح تطلع برا الملعب، إلى برا الملعب أوت. هذا يوسف استلم كرة وتابع مجهود، ما خسر كرة، استفاد من رمية التماس بدل ما يخسر. هذا مدرب أيضا القادسية اللي يقولون عنه مؤقت أو أنه دائم الله العالم طبعا اللي هو فلورين سيرو أبو زيد السكك اللي هو المساعد زيد. إذا رمي التماس للتضامن تطلع ايضا ظاهر الكره يعني في مكانها اللي هو هذا داريو صاحب الهدف والاصابه لما اصيب ايضا بعد تسجيل هدف. اذا رميه تماس التضامن، رميه تماس اللعب، كره من صالحه، كره من صالحه طبعا، كره من صالحه، فما اعطيه حكم مرات من صالحه الكره، ليش يوقف الهجمه؟ خسرها فريق التضامن الآن. تنقطع الكرة سلطان إلى حمد أمان لكن توصل مقطوعة لصالح فريق محمد طلعت بيمين سكرو على طول وهي لافة وتوصل مرة ثانية لصالح فريق نادي التضامن. للتضامن أيضا إلى بدر السماج فاتيقة
بدر السماج سماج ملعوب على طول. ايه بدر ابراهيم بعد ما غيرها توصل مره ثانيه تغير الفاتيقة، فاتيقة ترجع الى فاتيقة مره ثانيه، راح يغيرها الى عشوان عبد الله عشوان. عبد الله عشوان مشي له كره على طول الى سماج. السماج يا سلام، تفكير سليم لنقل الكره حلوه على طول الى محمد طلعت يا ولد على كره مثل هذه، واذا عدى من الثاني والله فيها خطوره وتلعب عرضيه، لكن يبعدها سعود. سعود يبعدها لو سعود فيصل الى فاتيقة صاري الى توصل من اللاعب اللي هو كوستافو. كوستافو مشاله كرة لكن بالخطأ، اللاعب البرازيلي كوستافو. محمد راشد، محمد راشد إلى محمد خالد إبراهيم، يغير على طول إلى سعود، سعود فيصل إلى صالح الشيخ. صالح إلى سليم، له سليم سلطان سليم الى محمد، محمد راشد يغيرها على طول الى داريو. محمد امان تسكير تضامن لكن تغيير القادسية في الامام خاطئ. توصل صالح الشيخ غير على طول سعود فيصل لكن الخطأ من سعود، ملعوبة على طول وتنقطع عامر المعتوق، وتقدم عامر وحمد دعنزي معاه في الأمام إلى حمد دعنزي وهو الجول. الله حمد دعنزي، هذه يبي لها ميلان بالشمال، بالشمال أكيد أحسن، أكيد أحسن. ليش؟ لأنه يرتكز باليمين عشان تروح بزاوية اللي يبيها. شوف 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 خذها بصدره يرتكز، شوف طبعا طبعا يسار، يختار اي زاويه اي زاويه واريح له، وهو يعرف الكلام هذا اكيد. شوف لكن راحت تحت اليمين وغير، كان ممكن يقطي على اللاعب عشوان، حتى لو احتك فيه ممكن ياخذ ضربه جزاء او جول. فرصه ضاعت على حمد دعنزي، كره ملعوبه وتوصل مره ثانيه. سعود حمد امان اللي غير مكانه ويغير على طول وتمويها ويعدي حمد، وابراهيم على طول يغطي اللي هو اللاعب بدر ابراهيم، لكن فاول على حمد امان. بطيبان قادسية واحد، تقريبا داخلين على الدقيقة 20 من الشوط الاول. الاستاذ علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي، ابو طيبان توصل لصالح الشيخ، سلطان سليم الى محمد راشد، سلطان سليم الى محمد راشد الى محمد الى خالد محمد ابراهيم، كره على طول الى محمد راشد، ممكن تلعب في الامام وتلعب بالفعل بالامام لكن نازلين مهاجمين، مهاجمين يعني لازم يخطفون مو ينزلون، تنزل تلعب وياه باص بتمرر له انت، حتى لو تقدم تفتح حق الوسط يكمل، يعني نزول ولاعبين الوسط يضغطون على لاعبينهم بالوسط اللي هم لاعبين المهاجمين، يعني وايد اشياء الاخطاء، اخطاء المهاجمين على فكره كل اغلب الفرق، اغلب الفرق بما فيهم المنتخب لازم يركضون بالامام جوانب مو بالامام عشان الاوفسايد. كره ملعوبه خطره لصالح فهد النصر، التضامن لكن في ملعب النصر وليس النصر. كره يوم مباريات ايضا مهمه الجهره، وبعد هذه المباراه توصل مع الصبيخات ايضا الجهره والصبيخات بعد هذه المباراه، وهذه كره ملعوبه. بطيبان يمشي له كره حلوه وخطره لصالح التضامن، التضامن بدا لكن لا زالت خطره. محمد طلعت طلعت يلعب له كره بنواف الخالدي، نفس الزاويه اللي فيها الحارس نواف. فاتيقة
ترجع الى كابتن الفريق محمد سالم، كان هو اللي ناقلها كابتن الفريق بدر ابراهيم سعودي، يقطعها فاول. فاول لصالح فريق تضامن. عامل فاول على ريلا طبعا على إذن فاول لصالح التضامن. فاول في مكان جيد، ممكن يخلق منه يعني كرة حلوة، ممكن رفعته حلوة بالفعل. الله، كرة حلوة ويستفيد طبعا، مكان حلو والحطة أحلى من اللاعب البرازيلي اللي هو كوستافو. شوف الرفعة، يا سلام عليك على رفعة هذه، طبعا خلف الدفاع، أكيد تغطية دفاعية خاطئة من القادسية، خاطئة لأنه دخل بين اللاعبين ما خذوا بالهم. شوفه بروحه كوستافو اللاعب البرازيلي يأشر خالد محمد إبراهيم على الثاني، يقول له هو جاي من الخلف، واحد يقول له لا أنت اللي تغطي كل واحد طبعا، لأن ما خذوا بالهم من الخطف. إذا كرة حلوة من كوستافو بدقيقة 22 كوستافو. إذا تعادل 1-1 1-1. كرة ملعوبة إلى داريو حمد أمان، إلى سعود الكرة معاه، سعود الأنصاري، هذه الكرة توصل لكن في فاول على العشوان، على عبد الله عشوان مع حمد العنزي. داريو راح يلعبها، حكم مباراة يوسف نصار يقول يلعب على صافرة الحكم على أساس أنه يعني الهواء يساند نوعا ما، صحيح الهواء خفيف وعلى فترات يعني. هذا فاتيكا يقول لا 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 ساحل العاج، اكيد تعلموا عربي هاي الفتره. وداريو بعيده من شكلها، ما هي طالعه ما يحتاج توصل المرمى، طالعه خاطئه. ركله مرمى زجاير. إذن كرة ركلة مرمى لصالح فريق التضامن. 1-1 ما في أحد أحسن من الثاني أكيد. جولين حلوين خصوصا أيضا جول يعني القادسية ثم التضامن، واحد أحلى من الثاني. ملعوبة على طول سريعة للتضامن، سعد مطيري ترجع بدر إبراهيم، عبد الله عشوان، فاتيقة طالع على ناحية اليسار، فاتيقة يلعبها ناحية اليسار إلى خالد المجحم. خالد يمرر له الكرة لكن تطلع، المطير يتركها سعد إلى خالد المجحم إلى كوستافو، عبد الله عشوان إلى فاتيقة ناحية حارس المرمى طلال الفضلي، عبد الله عشوان يلعبها لبدر ابراهيم، سعود يلعب له كره سعود ولكن يقطعها بدر ابراهيم الى برا الملعب الى رميه تماس لصالح فريق القادسيه. سعود خالد الى محمد راشد الى داريو، سلطان السليم، تغيير جيد وسليم على طول الى سعود الى
يوسف مويهبي مقطوعة ناحية اليسار بدر السماش إلى محمد طلعت. محمد طلعت يعني لو يلعبوا له كرات أيضا قاعد يشكل يوصل كرات صح. في لاعب يقول لك خطر، في لاعب كراته خطرة يعني خطر على المرمى، يوصل كرات على المرمى خطرة، أمور مرتبطة ببعض، كرة ملعوبة. يقطعها سعود، كرة مقطوعة، كرة على الكرة ويتقدم سعود، حمد العنزي ويمشيها على طول مع المويهبي، المويهبي تنقطع فاتيقة. في لاعب ما فيها شيء طبعا، ما فيها شيء لأن ها في لاعب نادي التضامن، في لاعب نادي التضامن فكرت أنا لاعب القادسية طايح أنا ملعب التضامن ويرجع مرة ثانية. احنا قلنا يا ريت نتمنى الموسم تغيب عنه السوالف هذه. قرار الحكم، هذا قرار الحكم يوقف اللعب. كرات الخطرة واضحة والكرات المشكوك فيها واضحة والكرات اللي فيها سوالف نعرفها واضحة. هذا الجول التضامن، شوف يا ولد جول حلو، جول حلو والله حلو. الرفعة هي 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 السبب طبعا. واحد يقول لك انا ارفع وين؟ انا ارفع ورا الدفاع ما ارفع حق الهجوم، ورا الدفاع والهجوم يكمل. ناحية اليسار ملعوبة للتضامن الى خالد المجحم مخرجنا، مشكور على هذه الاعادات يا مخرج لان في ناس ما شافوا عيسى الاميري بالفعل، هذه في ناس ما شافوا الجول خلي يشوفونه. واحد يقول يحتروا القادسية، الحين يحطوا جول القادسية بعد شلون والله يعني، يعني القادسية حطوا جول اكثر من برا. ولد عليك يا حلوة احلى من ايضا نواف الخالدي. شايت الكرة اللي هو كوستافو الظاهر نفس اللاعب اللي سجل، كوستافو اللاعب البرازيلي، وهذا سعد المطيري اللي لعب مكان بدر وارد بعد اصابته. سلطان سليم، خالد محمد ابراهيم الى محمد راشد، محمد راشد ناحيه الى كره خاطئه واضحه الى محمد طلعت. محمد هني ناحيه الشمال لما اقول لك محمد، لكن ما حد وياه، ما حد وياه بين ثلاث لاعبين ولا واحد نازل له. هذا محمد طلعت لاعب المصري محترف، هذه كره معاه مهاراته حلوه. شوف هذه الكره رفعه ناحيه اليسار، يا سلام عليك، الله الله. حكم التضامن يصيحون بلنتي، ضربه جزاء يبون، والحكم هو صاحب القرار، هو صاحب القرار. يعني انا اقول مشاركه ما يعني ممكن تكون في مشاركه، لكن هل عرقله ولا لا؟ في يعني نوعا ما نوعا ما، لكن القرار هو قريب امام اللعبه ايضا، هو قريب. هذا محمد طلعت وصل له كره صح. هذه الكرات اللي نقول الكرات الخطره. شوفني استلام، طبعا جسم مع الجسم، جسم مع الجسم يعني نوعا ما مشاركه عاديه، مشاركه عاديه. احنا لو يعني الاعاده، شكرا مخرجنا عيسى، انا قلت في مشاركه انما ما قلت في عرقله، وهذه طبعا في فرق. لو عرقله كان نقول عرقله واضحه، لكن ما فيها شيء طبعا. حاول كره ملعوبه سماش، كره معاه يلعبها محمد طلعت ناحيه اليسار، محمد طلعت التضامن، التضامن بدا يلعب افضل من القادسيه. هذه كره ملعوبه لكن بعيده، بعيده يا محمد، بعيده محمد طلعت بعيده الى برا الملعب. الان يعني القادسيه بعد ما سجل اداء بعد يعني يعني بعد دقيقه 10 بدا اداء يغل، اقل اقل اداء اقل يعني ال 20 دقيقه الان افضل فيها بعد العشر دقائق يعني نص ساعه الان اللي هو التضامن افضل من القادسيه كاداء وكخطوره، وسجل تعادل ايضا بعد ما كان القادسيه متقدم دقيقه 10. محمد راشد يتقدم طالع معاه المويهبي يلعبها، لكن حاول يتركها الحكم اذا فرصه معاه، لكن طالت مشاركه محمد راشد. هذه الكره دخول فيها على ريل اللاعب طبعا، بس اعطاه فرصه حكم المباراه. شوف الدخول، دخول على ريل اللاعب صحيح، الدخول هو يوسف بطيبان، يوسف بطيبان فاول واضح 27. محمد طلعت مو ممنوع الكلام مع الحكم، انما خلاص تتكلم توخر لا تطول. لا تطول، الممنوع عندنا ممنوع واللي مو ممنوع مو ممنوع.
إذن داريو، داريو يلعب له كرة وأقرب للحارس. أوفسايد أوفسايد أوفسايد. تسلل تسلل. سلامات طلال الفضلي، تعالج جليل اللازم او يطلب الاجراء اللازم معاه. شوفني الكره، انا اقول ما فيها اوفسايد، انما ممكن يكون فاول، ما فيها اوفسايد لان على خط واحد ما فيها اوفسايد. هني طبعا لما توصل الكره خلاص ما علينا منها، اول ما تطلع الكره وين وضع اللاعب. في اصابات وفي توقف بالنسبه للعب، اكيد في وقت بدل ضايع نهايه الشوط. هذا ماهر الشمري اللي هو طبعا برا الملعب، طبعا برا السور اكيد، لان مثل ما قلنا موقوف سنه كامله مع غرامه 4000، يعني شايده شويه. اي شايده طبعا سنه، لكن ايضا احنا تكلمنا معاه وقلنا له الخطا خطا يا ماهر، اعترف وقال صحيح واعترافه واعتذر حتى لوالد اللاعب، يعني وصل لبيتهم حسب كلامه معانا قبل المباراة. هذه روح يعني ايضا ان شاء الله ما تتكرر، اكيد ان شاء الله ما تتكرر. هذه كرة ملعوبة سعود، وهذه احلى من المهيبي، لكن على الكرة نزولة على الكرة، وبالتالي كرة قدم مشاركة موجودة، المشاركة العرقلة غير، والكرة اللي يدخل عليها اللاعب يقطع الكرة، وبالتالي اللاعب الآخر بعض الأحيان وهو يتجه حق اللاعب عشان يطلب فاول بطريقة وبأخرى، يعني أمور هذه كلها موجودة في عالم كرة القدم. يعني 1-1 34 دقيقة. واحد شاهد فاول، توصل الى محمد طلعت، محمد سالم فاتيقة، محمد طلعت تضامن كرة معه ومعتوق بحاول يغطي، يرجع محمد طلعت لكن يقطعها منه حمد امان اللي اختفى نوعا ما. طويلة حلوة اختفى لكن لعب له واحدة اقرب الى حارس المرمى. فكرتها حلوه، هذه كرات طبعا تعتبر، هذه كرة القدم، كرة القدم التنويع مو اسلوب واحد. ملعوبه فاتيقه وملعوبه على طول. يعني 1-1 النتيجة طبعا، 1-1، ونتمنى إذا ما كانت محطوطة على الشاشة راح تنحط إن شاء الله، نتمنى أن تنحط على الشاشة عشان أيضا إحنا بالتلفزيون يختلف عن الإذاعة أن كل ساعة نقول النتيجة، لكن على فترات، لكن أيضا ننبه أن النتيجة 1-1 طبعا تعادل على ملعب علي صباح سالم بنادي النصر الرياضي في جليب الشيوخ. هذه النتيجة أيضا بالملعب، أيضا مشكورين مصور المخرج عيسى الأميري. كرة مرفوعة إلى سعود، كرة إلى طلال فضلي، كرة ملعوبة على طول بين القادسية، تعادل وتضامن
وهذه كرة سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، وهذه كرة ملعوبة محمد طلعت على طول إلى كوستافو، يا ولد عليك والله حتى لو ما تدخل، حتى لو ما تدخل كرة مثل هذه 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 لعبات كبيرة. كوستافو، كوستافو تمريرة حلوة من كوستافو، من الكرات اللي لازم تلف بهذه الطريقة. يا سلام عليك يا سلام، شوف شوف شلون تضيعها يا بدر، شلون تضيع الكرة هذه يا بدر، لو مطلعها الحارس بيده يعني يمكن الجمهور يقول لك ولا الفريق ولا المدرب يقول لك مو مشكلة، إنما تحطها برا مشكلة، أكيد مشكلة. شوف إلى خالد محمد، خالد محمد إبراهيم، كرة إلى محمد راشد، واحد واحد تعادل. توصل إلى حمد أمان، حمد أمان يحاول يلعب له كرة وترجع مرة ثانية إلى عامر المعتوق، عامر المعتوق كرة معه ولكن في لاعب طايح، في لاعب طايح طبعا. توصل لكن في فاول، في انذار، انذار من عليه انذار. ممكن يكون انذار على صالح الشيخ. انذار على صالح الشيخ. إذن كرة ملعوبة. توصل وحمد أمان يرفع له كرة، يا سلام عليك، واخذها على طول لكن حمد طارت من حمد العنزي. توصل محمد راشد، سلطان طويلة على سعود، طويلة مثل ما يقولون هلكته ذبحته. هذا مدرب أيضا، مساعد مدرب، هذا بدر إبراهيم، هذا بدر إبراهيم إلى صالح، حاول يلعبها سعد المطيري، محمد سالم، محمد سالم توصل على طول. إذا أيضا جمال قبندي حاول يوجه لأنه بغياب ماهر أكيد جمال قبندي وعادل مرزوق أيضا كلهم متواجدين، وبالتالي يعني التضامن يعني نوعا ما يعني الآن يعني قاعد يلعب، قاعد يلعب كرة، قاعد ينقل، قاعد يحاول يوصل المرمى، قاعد ينفرد، قاعد يقول، فالتضامن. طالت من سعود إلى بدر، بدر يا سلام عليك على كرة مثل هذه، يا سلام. محمد طلعت يمرر لكن قصيرة يا محمد، قصيرة ويتابعها محمد راشد، يقطع له كرة ما فيها شيء، وكرة على طول ملعوبة إلى صالح الشيخ، صالح الشيخ كرة مع صالح، مقطوعة من صالح الشيخ على طول، بطيبان يوسف، بطيبان وكرة مع يوسف، تمويها من يوسف لكن يقطعها من اللاعب المويهبي، يوسف المويهبي إلى داريو، إلى يوسف المويهبي مرة ثانية، يوسف المويهبي كرة معه، والقادسية واحد واحد، يحاول يوسف مع أبو طيبان ويسحبها لنفسه، ويصلح له كرة إلى صالح الشيخ، صالح الشيخ شايت له كرة لكن تلمس في حمد نعنزي والتغير اتجاهه إلى برا الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى. إذا صاحب الإنذار من القادسية سعود، سعود فيصل صاحب الإنذار، هذه الكرة اللي لعبت، هذه الكرة اللي لعبت إلى صالح الشيخ ولعبها بشماله لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب. واحد وأربعين دقيقة، فاول للغاتسية إلى محمد راشد، محمد خالد إبراهيم توصل إلى على طول سعود إلى سلطان سليم،
حمد أمان، حمد أمان إلى صالح الشيخ، صالح الشيخ الكرة معاه وناحية اليمين إلى حمد إلى عمرو المعتوق ومعاه حمد أمان، يسحب له كرة حمد ويلعبها على طول إلى داريو، داريو موه تمويه حلوة بشماله ترجع مرة ثانية وباليمين، لكن بيد حارس المرمى طلال الفضلي، طلال الفضلي أقرب للتعادل طبعا خلاص، يعني باجي صحيح أربع دقائق أقرب للتعادل، طبعا في وقت بدل ضايع مؤكد أقرب للتعادل. الشوط الأول 1-1 في جولين، كأس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، لا شك أن مباراة وكل من يريد الوصول إلى المباراة النهائية والمباراة اللي راح يحصل عليها على الكأس طبعا، يعني يعني كل نادي يسعى أن يحصد البطولات، هذه فرصة له، خصوصا الأندية اللي تأخذ فرصتها اللي هي بالدرجة الأولى اللي هي مو الدوري الممتاز مثل التضامن أيضا، يعني يريد هذه كرة ملعوبة، لكن وين سعود براسي رجع لحارس مرمى خالد نواف الخالدي. لحد الآن أداء مقنع لنادي التضامن. الغادسية نوعا ما يعني كرات مقطوعة من سعود توصل للتضامن، محمد طلعت وحاول يتقدم، صالح الشيخ إلى سعود يلعبها إلى داريو، داريو حمد أمان، حمد يعدي يمرر الكرة إلى حمد العنزي، لكن أقرب إلى طلال الفضلي، طلال الفضلي حارس مرمى التضامن يمشيها على طول إلى عبد الله عشوان، عبد الله عشوان طالع لبدر لكن راح يلعبها إلى بدر إبراهيم، بدر يعدي في أنذار، ممكن يكون أنذار ممكن مو أكيد، ها أنذار، أنذار حط إيده على مخباته، ما عنده غير الأنذار بالمخبة، أنذار أنذار خلاص، أنذار انذار، انذار على صالح الشيخ، انذار صحيح يعني لأنه معدي منه وبالتالي دخوله في قوة على اللاعب، وواضح هذه الإعادة. شكرا مخرجنا عيسى الأميري بالسلامة، طبعا خلاص اللاعب ينهض له بدر، هذا صالح الشيخ كابتن فريق القادسية، يوسف بطيبان محمد طلعت، محمد مشير، محمد سالم إلى سعد المطيري، بين الاثنين يحاول يعدي يقطعها منه يوسف المويهبي، المويهبي يقطعها منه سعد المطيري، يقطع كرته اللي فقدها وبالتالي توصل إلى محمد طلعت، محمد طلعت كرة معاه وهجمة لنادي التضامن، كرة عرضية ممكن يتقدم فيها محمد طلعت، والثانية أيضا كوستافو، كوستافو الله يا سلام عليك كوستافو، وأيضا نواف الخالدي أنقذ مرماه، يا سلام على التضامن على هاي النقلات الحلوة، نقلات حلوة ونقلات يعني ممكن كان يعني يتقدم ويسجل الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول، الآن 45 أو شكت على النهاية، أتوقع ممكن يكون ثلاث، أتوقع ثلاث لأن بالفعل في توقف كان، كان في توقف، نشوف الحكم الرابع الآن أشكناني، ثلاث دقائق صح، ثلاث دقائق، ثلاث دقائق، إذن ثلاث دقائق، ثلاث دقائق شكرا، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، توصل إلى عبد الله عشوان، فاتيقة، فاتيقة ناحية الشمال لكن تطلع الكرة والطول، إذن ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، توصل هذه عادة الكرة اللي لعبها بالزاوية الأصعب، ولكن نواف الخالدي أيضا كان صاحي، حلوة من حمد العنزي مع سعود، محمد الأمان، حمد أمان وصالح الشيخ كرة معاه شايته صالح سهلة بيد حارس المرمى طلال فضلي، طلال فضلي
كرة مقطوعة للغاتسية وبادي تقريبا دقيقتين من وقت بدل ضايع، وهذه كرة ملعوبة للغاتسية راح يحط الجول. جول جول. التعادل التعادل، ماكو ماكو تعادل. اذا الغاتسية يوسف المويهبي وقت بدل الضايع، الغاتسية يسجل في الدقيقة 46. يوسف المويهبي يوسف المويهبي دقيقة 46 دقيقة 46 يتقدم الغاتسية، تقدم الغاتسية دقيقة 46. اذا الوقت بدل الضايع خلاص. شوف 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 تمويها وكرة سلام عليك. طبعا لازم تنحط عالية، ليش؟ علشان اللاعب ما يمسكها بايده، بالارض ممكن يمدري له، لكن شوف هذه فيها ذكاء ذكاء. طبعا كل ما يرفعها وبزاوية اصعب ما يقدر، لا الحارس صعب عليه اكيد، اللي غطى اللي غطى المرمى مستحيل طبعا ينطرد وضربة جزاء يخسر طبعا. بدر ابراهيم، محمد سالم، محمد سالم ويخطف الغاتسية التقدم. يخطف التقدم، هذه كرة ملعوبة إلى محمد طلعت، محمد محمد طلعت إلى كوستافو، كوستافو توصل مرة ثانية تضامن. أعتقد خلاص، أعتقد خلاص، ثواني أخيرة، ثواني الأخيرة بعد من اللعب من عبد الله عشوان، يعني على حوالي 10 ثواني. يوسف النصار، يوسف النصار، محمد سالم كرة معه وراح يطلق صفارته، معلن عن نهاية انتهاء الشوط الأول بتقدم الغاتسية 2-1 على التضامن بكرة إلى بدر. خلاص راح يطلق صفارته من خلال 10 ثواني مو أكثر، مو أكثر. كرة يقول له حق طايح على مع الكرة، وهذه كرة مقطوعة على العشوان، راح يطلق صفارته وأطلق صفارته معلن عن نهاية الشوط الأول يوسف النصار. انتهى الشوط الأول بتقدم غاتسية 2-1 على تضامن كأس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه في استاد علي صباح سالم بنادي النصر في منطقة جليب الشيوخ. إذا استراحة قصيرة ونعود نكمل الشوط الثاني لكم. تحياتي حمد محمد.